الصلاة والسلام على سيد المرسلين. إن شاء الله هنبدأ مع بعضينا نتعلم بعض أوامر الكام ووركس. وطبعا احنا فاتحين الكام ووركس في بيئة السوليد وورك 2019. هنبدأ نرسم بارت كاد بحيث نبدأ نجري عليه بعض العمليات. طبعا احنا عارفين هنبدأ الاول في نتعرف على بعض عمليات الميلينج. زي ما احنا شايفين بدأنا نرسم البارت البسيط ده. تعالى نشوف هنبدأ خطواتنا ازاي. اول حاجة لازم نعرف الفيوتشر الشكل ده عبارة عن ايه. هندخل على حاجة كام فيوتشر تري، تمام، ونبدأ نحدد المكنة اللي هنبدأ نشتغل عليها عشان نعمل شكل بالمنتج ده. طبعا احنا زي ما احنا عارفين هنبدأ نشتغل على الميلينج 2.5 اكسس. نبدأ نضغط على الماشين بتاعتنا ونبدأ نختار الماكينة، وبعد كده هنختار برج العدة، وبعد كده هنختار الماشين، تمام، وراح ضاغط اوكي. طبعا كل التفاصيل ديت بدأنا نتعرف عليها في الفيديو السابق. نبدأ نختار شكل الخامة اللي كانت جاية لنا بالشكل ايه. نبدأ نديها سمك معين فليكن في الاتجاه زد، تمام، وراح اعمل اوكي. هنبدأ نعرف الماشين اي اتجاه، يعني الوجه المقابل للطول عن طريق ايه، عن طريق الستوك. نضغط حاجة اسمها ميل بارت ستوب. بيقول لك والله انت عايز تشتغل فيه، اقول له والله انا عايز اشتغل على الوجه ده، وراح عامل الشكل اللي احنا شايفينه ده، وراح عامل اوكي. كده احنا عرفنا المادة الخام وعرفنا المكنة اللي هتشتغل وبعض التفاصيل. هنبدأ الاول حاجة، طبعا دي مادة خام جاي فيها في شكل احنا في جزء زيادة في الوجه، هنبدأ نشيلوه، وده بيتشال عن طريق ان انت بتضغط في الميل بارت ستوب، تضغط على اكسس فيوتشر، ونبدأ نختار حاجة اسمها فيس فيوتشر، وراحوا مختارين الشكل ده، وراح اقول له والله انا عايز اشيل الجزء ده لغاية الابسط اب تو ستوك، وراح اعمل اوكي. هنا اقول له الله يخرج لي عفوا جزء العدة، ده المسار بتاع العدة عملناه، الطول كده عامل لي الطول، نتأكد من الشكل عن طريق سيميوليشن، وراح نشوف
شال لي الجزء الزيادة في الماكينة في المادة الخام. الأخضر بمعنى ده، لو تعال نشوف كده اهو، الأخضر ده جزء بالظبط، لو جه فوق أصفر أو أورنج الألوان اللي فوق دي معنى كده في فقد في المادة الخام، لو نزل لتحت أزرق غامق معنى في زيادة في المادة الخام. طب إيه الزيادة اللي في المادة الخام؟ إن هنا عندي جزء مفرغ في النص، هنبدأ نتعرف عليه إزاي هنشيل الجزء ده. هنخش تاني حاجة، هنقول 2.5 اكسس، هنبدأ نختار البوكيت اللي هو الجزء المفرغ ده، وراح عامل تشيك تيبر فيلت، لو في فيلت او اي حاجة يبدأ يتفحصه لي، وراح عامل اندي كونديشن شارت عايزه لغاية فين، لغاية نهاية المادة الخام، وراح ضاغط اوكي. وفي نفس الوقت مسار العدة والعدة اللي احنا عايزينها. طبعا احنا ممكن نجيب من هنا او من هنا، ايه الفرق بين الجزء اللي انا نضغط هنا نجيب جنرال تول باس او هنا جنرال تول باس؟ الفرق بينهم ان هنا بيعمل للجزء فقط للشكل اللي احنا مختارينه، لكن هنا بيعمل للجسم كله، بيعمل ابديت للجسم كله. راح متك على سيميليشن وتعالى نشوف الشكل اللي احنا وصلنا له. تعالى تعالى نهدي السرعة، زي ما احنا ملاحظين قدامنا. بيشيل المعدن الزيادة في الجزء، لو احنا ملاحظين هنا بيجيب لك اسم التول اللي شغال بيها حاليا. هنبدأ نتعرف على قائمة السيميليشن ان شاء الله في فيديو لوحده، بحيث ان فيها تفاصيل كتير بتساعدك انك تشوف الامر بصورة واقعية اكتر. هضغط اوكي. النهارده كان معانا امر البوكيت وامر الفيس فيتشر. ان شاء الله هنبدا في الفيديوهات اللي جايه هنبدا نستعرض بعض الادوات اللي موجوده في الكام وركس. يا ريت تدعمونا بشير ولايك للقناه.